مع سيدة أم هدى معنا عبر الهاتف. صباح الخير. خير حنان. أهلا وسهلا، كيف سمحتي؟ الصوت ديالي عيان شوية. ياك لاباس، شنو هاد الروح مبغاش يبرا؟ مليحة حنان. كاملين رزانة يا لالا. كيف صبحتي؟ الحمد لله، شكرا الله يزيد فرحتك. شكرا جزيلا، هي اللي خاطيك. كنحييك وكنحيي الطاقم التقني وجميع المستمعين الكرام. مسكينة صوتك مرزي. مرزي أنا مرزي. تا سخانة صبحت فيا حنان، ما كنقدرش. واش عاد اليوم عاد؟ لا البارح واليوم الصوت كي أنا كي مولفة كيعمر فيا الريح في الصدر. الله اكبر. نعم العظيم دائما. الله يشافيك ويعافيك. لا زعما ماشي غير انتينا، هي كاملين. وهذا الروح ما كيدير كبرات كيكون تعاودوا حتى الجو باقي ما بغاش يتعاود. انا مرضيه الدار كامل هكا دائما، ما مرضيه بالروح. والناس هاد الايام تعاودوا زو كراجم، الناس بزاف عندهم بالكراجم. وتا هاد الشرقي اللي طلع عاود ما خلاناش. ما شاء الله احنا فرحانين. الحمد لله على كل حال، معنا ما نعملوا. يلا حنان اليوم سمح لنا الله يرحم والديك، تينا عيانه وغتهضر معنا. الله يزيد في الراحه. حنان اليوم غنطيحوا طول وعرض، ما كاين لا شهيوه ديال الحلويات ولا ديال الكيكه. اليوم الطبق رئيسي. يا الله تفضل، مرحبا بك. شنو نعملوا؟ طبق رئيسي وشباعي. تبارك الله، صل على النبي. عندنا واحد الاخر ديال واحد الطوا ديال الدجاج بالفلفل الفران بالخضره. هاي هاي يلا قول لي. الدجاج بالخضره. اييه اللي بغى يشبع غادي يبقى معنا يسجل. يلا ها انا غنسجل. يلا زيد مع هي داخل فيها ريجي محنان. ياك مزيانه زعما صحيه. بلا زيت بلا زيت بلا زيت احسن حاجه غتعمل لنا اليوم. قول لي. قلت لك واحد الدجاجه قدوديه. المهم على حساب افراد. دجاجه قدوديه. المهم صغيره ما هي كبيره ما هي صغيره. حد قد معوطه. ما خصنيش نكبر على الناس. يلا دجاجه معوطه. يقولوا هذه شم يقولوا هذه صبحتنا على. لا غير اللي لحق شي حاجه واخا غير طريفه الدجاجه ديالك اللي بغا شي حاجه عادله. ايوا كاين على حساب. المهم ندوزوا المقادير كل شيء. دجاجه المهم منقيه مغسوله مصوبه. واحد جوج حبيبات ديال البطاطا. واحد الفلفله خضراء، ولا على حسب الذوق الانسان اللي بغاها حمراء خد. المهم اللون كيبقى اختياري. ايوا ايوا. واحد الجعيده. خيزو. جزاره الناس ما كيعرفوش شنو هي. هل عندكم جزاره؟ جزاره هي هذيك. واحد الكويس ديال الزيتون بالعظم. الزيتون بالعظم، شمن الزيتون كتعمل بحال خضر. خضر. واحد كويس ديال الجلبانه، علاش دابا موجوده الانسان يبغي يزيد. كاينه تبارك الله هي. يزيد يزيد. واحد بصيله. واحد شويه ديال المعدنوس. وواحد شنو الاخر؟ صافي هادشي. نعاودوهم ونسكروا اذا شي حاجه نسيناها نسكروها. لا لا انا شوف انا كنعطي لك هذا الشيء من راسي، راه ما نقيت شيء. عرفتك من راسك. واللي كنعمل في الدار لولادي هي هذيك. اللي خاطيك. حم والديك. قل لي. المهم ها احنا ندوزوا للطريقه. الدجاجه بلاتي، الدجاجه قدوديه زائد بطاطا كتعمل ديك الصغيره ولا بطاطا كيف ما كانوا تقطع؟ هي في الحقيقه اذا كانت داك الصغيره ومقسومه على جوج فوق الطاوه كتجي مزيونه. كتجي مزيونه. ايوا اذا كان ما كاينش على حساب. اللي كاين قطعوها طريفات. ايوا اذا كان ما كانش ديك الصغيره جوج حبيبات مقطعين دواور بحال اللي كنعملوا. نعم دوري الطاجين. الطاجين ايوا. المهم دجاجة وفلفلة خضراء. ايوا تينا باش كتغسلها بالليمون ولا ب بالليمون والفورس، جوج مغرفات ديال الفورس. علاش؟ كنرقدها فيها باش ما كتبقاش مزيرة، كتكون شيشة. اي والله جربها حنان وتشوف. عمري ما عملت انا الفورس. لا الفورس جوج مغارف ديال الفورس ورقدها فيهم مع الليمون ولا الملحة. كي كيعملها سكينجبير خضر، كيحكها بسكينجبير خضر كتبقى بالطيبة مزيانة وكتحيد الزفرة. كل واحد واش كيبغي. لا موجود كنخليه في الفريكو كيبقى العام كامل سكينجبير خضر. كيبقى كيبقى. المهم ها انت ندوزتي لي الاخر، عاود شويش ديال السكينجبير، شويش ديال الاخر الخرقوم، وشويش على حساب اللي بغى يعمل الزعفران الملون يعمل ولا ما بغاش، انا ما كنستعملوش في الدار. احسن شويش شويش مليحه. انا لا هادشي ديال الاخر الليطان وهادشي ما كنستعملهاش يا حنان. شتي معنا ما يتسالك والله الا مزيان. دابا كنسمع بعض المرات دابا بعض السيدات كيعطيو ديك الشيء ديال هادشي ديال الحاجات المصبره. إيه وهذا ما متفقش معاهم. المايونيز انا كنستعملها في الدار ما كنجيش. تعدن راسك توجد راسك وما تشري شي كل ما هو معلب مزيان. المهم الدجاجه ديالنا كنغسلوها مزيان مقطعه طريفات. كنشرملوها بشويش هذاك السكينجبير، شويش د الخرقوم، واحد البصيله كنحكوها عليها. هذيك البصيله اللي عطيت لك كندخلوها في ديك التشرميله ديال الدجاجه. ودابا قول لي معوضة التشرميله الدجاجه كنحكو بسل ياك؟ بصيله، شويش المعدنوس، شويش د الخرقوم، شويش السكينجبير والمليحه. ياك؟ ها هي الدجاجه ديالنا مشرمله. كنشرملوها وكنشرملو بها الدجاجه ياك؟ ايوا. ديك الساعه هذيك الخضيره ما كنعملولهاش التوابل، صافي. المهم اللي كنعملو في هذيك الدجاجه صافي. ديك الساعه كنهزو هذيك الطريفات كنصطفوهم في الطاوه ديالنا.
هذيك الخضيره اللي عطيت لك كامله، هذيك الجعيده وديك البطاطا وديك الاخر، كنقطعوهم كيكونوا طبعا عندنا مغسولين ومنقيين ومقطعين دويورات، كنقطعوهم في ديك الطاسه اللي كانت عندنا فيها ديك الترميلات هذيك الدجاجه. ديك الساعه كنبقاو هذاك نصطفو فوق ديك الطاوه كامل، فوق ديك الدجاجه اللي غندخلوا للفران، كنصطفو ديك الخضيره كلشي، كنعملوا عليها فوق منها شويه ديال ديك الزيتون الخضر صافي. كندخلوا واحد الكويز ديال الماء، واحد الكاس صغير، راه كطيب تقريبا بلا ماء. وعاود نقول لك واحد الحاجه حنان، انا ما كنغلفها شي بديك الومنيوم. لا 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 لا، انا الطاوه عندي جوج بحال بحال هذه، كنقلبها فوق هذه مزيان، فهمتي؟ اييه، الطاوه اللي كطيب والطاوه ديالها فوق قدها فوق منها هكا، كنرد عليها ديك البخار صافي، باش ديك البخار ديالها بها كطيب. ايوا ايوا، ما كنعملهاش هذاك الومنيوم، والله ما كنستعملوا في الفرن حتى هو في حقه ما صلحش. ايوا ايوا، كنسمعوا النصائح الله يجازي الطاقه. ما عندي ما يتسال، كون هالي هضرنا على التغذيه والثقافه الغذائيه، اش ما عيطيناش؟ ما شبرليش الخات، حشومه عليك والله، ما شبر الخات حنا، نستافدوا منك والله، ما شبر الخات. وهيدا كتب معنا ما نعمل، احنا دابا كنستافدوا. بعدا كنحيو محمد الحليمي وكنهنيوه بالمولود الجديد، دكتور محمد الحليمي زاد عنده الوليد، انا ما فراسيش زاد عنده واحد الوليد تبارك الله ما شاء الله، ربي يصلحوا له ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله بحول الله. ايوا نعاود المقادير. خيله وقيلة ما هزيتي مني والو. لا علاش؟ الدجاجة والبطاطا والفلفل والجعدة والزيتون بالعظم والجلبانة، ولا نعاودها لك كاملة إذا بغيتي. ننس ننس يلا، دابا الدجاجة ديالنا هزينا لها المقادير ديالها، الترميلة ديالها هي نشرمنا، دوزوا الخضيرة ديالنا، واحد جوج بطاطا، واحد الجعيدة، واحد الفلفلة خضراء ولا مهم على حساب، واحد الكويس ديال الزيتون الخضر بالعظم قطع، واحد كويس جلبانة، شويه المعدنوس. توابل عملتي قلتي توابل اللي عملت الكنجبير والمليحه اجا قلت اذا بغينا نزيدوهم على الخضره ما فيها بس ما يضر والو بزاف يا حنان، على حساب اللي مريض. انا بامراه انا مريضه بالكلاوي ما نكذبش عليك، ياك ما كتبغيش تعملي قمه بزاف، شفتك حتى لي بزار ما عملتي شي. لا لي بزار ما عندي شي في الدار نهائيا. صافي واخا، حنا ما ندخلوش للدار، انا خصني ندخل لك مع شي دكتور. مزيان والله الا مزيان، قالي بزار ما عندي شي في الدار انا. والله الا بخير، انا من زمان حيدو كتجي طيبه مزيونه هاد الماكله بلا يبزار. مي كيكون ماجي عندي ضيف كنستعملو، كنجيب داك الشيء على حد، ملي كيكون ماجي عندي ضيف كنعمل ديك الطيبه في الحيمه ملي كتكون، اما الدجاج ما كنعملش الكنجبير والخرقوم. وماشي مشكل زعما كتجي طيبه مزيونه، كتكال كتجي فنه، كناكلو عند الناس مي كنحصلو بالسيف علينا ما عندنا لاين. سبحان الله. اي والله انا باقي ما قدرتش نستغنى على الابزار، ولكن نجرب ونشوف اذا جاني مزيان ما نستعملوش. هما التوابل ديالنا حنايا مزونين، التوابل ديالنا المغرب مزونين، انا كنطحنهم على يدي والله القسم فنيونين. شتي غير ديك الخرقوم والله ما تحتاج للزعفران حنا، داك الشيء اللي كاين هو بيدو كيعمل اللون طيبه ديالو حتى هو مزونه وصحي، عرفتي شحال الفوائد عنده عند الخرقوم. ايوا مع الخرقوم كما قلتي عندنا اخر مدقوق واخر عواد، كنغسلوه نحيدوه في الفريكو كيبقى على طول العام. واش كتعمل بها؟ انا عمري ما كنستعملو بعويدات. علاش؟ كنستعملو غير مطحون وصافي. لا كنستعملو عويدات، عملو فاش ما بغيتي. ياك في الطياب اي طياب كتنزل العويد بحال بحال عويد لا كتحكو في الحكاكه، وديك الساعه ورجعوا للبلاستيكه ديالو وعاود حافظوا عليه في الفريكو. شتي انا كنجبدك باش كتعطيني النصائح لهذا. الا جبتيه الا كان عندك في ديجا في الفريكو وجبتيه ونسيتيه في الكويز صافي ما كتبقاش كيموت كيتبال، ما كيبقاش مزيان بحال الجلبانه مي كنحيدوها ونخليوها كتبان. صافي تبارك الله عليك، ما عندي ما يتسال. الله يرحم والديك. ايوا صافي زيتي المقادير ولا عرفتي؟ حنا شرملنا ديك الدجاج عملناهم في الطاوه، ما كاين لا زيت ما كاين حتى شي حاجه. لا ما عندناش الزيت. صافي، وفي ديك الطويسانيت اللي شرملنا الدجاج كيكون باقي حفتيو تاد البقايا ديالها. أيوة. كنقطعوا ديك الخضره الطريفات صغارين ولا مدوره ولا اللي بغينا. ايوا وصافي، وديك الساعه كنعملوها حتى هي في ديك الطاوه، وكنعملوا كويس ديال الماء. أيوة. ونردوا عليها لاطه اخرى، نغطيوها ما نعملوش البابي الومنيوم، نعملوها في الفران وتجي غزاله، وطبعا كنزيدو مع هذيك الزيتون بالعظم. والله الا كتجي فنيونه وهذاك وصحيه وصحيه، والعيال كيعجبو كنعجبهم العيال، العيال كيغوسوا عليا نحيد غير الجلبانه والجعده، نخلي غير البطاطا بوحدها. هما العيال كتعجبهم غير البطاطا، لا حتى الجلبانه والجعده مزيونه. انا كتعجبني بالخضره هكذاك مجموعه كامله كتجي تما مزيونه، وعاود شباعيه كما كنقول لك اذا كان زاد عليك ضيف او لا الاسره كبيره او لا مزيونه. هلي خاطر عينا في الكيكات وعينا في الحلويات دابا هما جربتها.
ورمضان انا كنتناكم ان شاء الله اذا طور سيدي ربي في العمار خصني المشاركه ديالكم معايا. حاود انا ما سولنيش على الشباكيه وسولني لا لا ما نقولكش ما نقولك لا شباكيه لا والو عندنا داكشي اللي تينا كتعدل في الدار ديالك صافي. هلي خاتك لا ام هوده ربي يخلي لك العيال الله يرحم والديك يخلي لك ربي صحتك. شكرا جزيلا وتحياتي للجميع. مع سلامة لا ام هوده. هلي خاتك شكرا جزيلا بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. كنتظر دائما حتى نتوما المشاركات ديالكم معنا كيف ما كتولفوا كيف ما كتحضروا. السيده ام هوده بكل عفويه وتلقائيه كتهضر من قلبها والشيء اللي كتعدلوا في الدار ديالها بصدق كتحاول انها توصلوا لنا وتفيدنا به. فما كرهناش جميعا تكون المشاركات ديالكم معنا في هذه الفقره.